بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الخامسة من مادة إجراءات التقاضي، والتي نتحدث فيها بمشيئة الله أو نواصل الحديث فيها بمشيئة الله تعالى عن طرق الطعن في الأحكام القضائية. بينا في المحاضرة الماضية أول طريقة من طرق الطعن، وهي الطعن بالاستئناف، واليوم بمشيئة الله نواصل الحديث عن طرق الطعن. الطريقة الثانية من طرق الطعن في الأحكام القضائية هو الطعن بالنقد أو الطعن بالتمييز. الطعن بالتمييز أو الطعن بالنقد يكون أمام المحكمة العليا، وطبعا كما هو معلوم المحكمة العليا ليست بحسب الأصل أو القاعدة العامة محكمة تفصل في الخصومة، وإنما هي جهة شكوى ضد المحكمة التي قامت بإصدار الحكم المطعون فيه، فهي تنظر إلى الحكم هل تم تطبيق القواعد الشرعية والنظامية عليه بشكل صحيح، أم هناك خطأ في تطبيق الأحكام والنصوص القانونية على الدعوة. لكن خروجا من هذا الأصل، هناك بعض الأحيان أو هناك بعض الحالات تقوم المحكمة أو محكمة التمييز أو تقوم المحكمة العليا بالفصل في النزاع كمحكمة موضوع، وذلك في قضايا الحقوق، في قضايا الحدود كجرائم القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دون النفس. ننتقل بعد ذلك إلى اختصاص المحكمة العليا. بينحصر اختصاص المحكمة العليا في عدة حالات منصوص عليها نظاما. أول هذه الحالات وهي مراجعة قضايا الحدود، اللي هي جرائم القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس وما دون النفس. وفي هذه الحالة المحكمة العليا تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليس محكمة تطبيق للنظام أو محكمة نظام، يعني المحكمة بتقوم بالفصل في الموضوع وليست تقوم بمراقبة تطبيق النظام على الوقائع. وفي هذه الحالة اللي هي في قضايا الحقوق بتتبع نفس الإجراءات التي تتبعها محكمة الموضوع في الفصل في الدعاوى، وذلك حسب نوع كل دعوة. الحالة الثانية من اختصاص المحكمة العليا وهي حالة الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وذلك عند مخالفة الأحكام الشرعية أو الأحكام النظامية أو صدور حكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه النظام، أو عند صدور الحكم أو من محكمة أو دائرة غير مختصة، أو إذا كان هناك خطأ في تكييف الوقائع أو وصفها وصف غير سليم. ففي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة نظام وليست محكمة موضوع، وهذا هو الأصل العام لاختصاصها. أما الحالة الثالثة من حالات اختصاص المحكمة العليا وهي النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوة للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة. والمرحلة أو الحالة الرابعة وهي عند الفصل في طلبات الالتماس إعادة النظر في الأحكام التي تصدر عن المحكمة العليا، يعني في الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام التي تصدر منها. طيب، شروط الطعن بالنقد أو شروط الطعن بالتمييز. أول شرط من شروط الطعن بالتمييز وهو أن تتوافر لدى الطاعن مصلحة في الطعن. أما الشرط الثاني فهو أن يتوافر في كل من الطاعن اللي هو المدعي والمطعون ضده المدعي عليه الصفة، بمعنى أن يقدم الطعن ممن يدعي نفسه حقا على من اعتدى عليه أو من هدد بالاعتداء عليه. أيضا لابد أن يكون الطاعن اللي هو المدعي ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم صراحة أو ضمنا، وأيضا أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي، وأن يكون محل الطعن هو الأحكام التي تصدر من محاكم الاستئناف. إذن محل الطعن بالتمييز أو محل الطعن بالنقد هي الأحكام الصادرة من محاكم التمييز،
ولذلك لا يجوز الطعن على الأحكام التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى، أيضا لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوة ولا تنتهي بها الخصومة، أو بمعنى آخر لا يمكن الطعن على الأحكام الغير منهية للخصومة. أما الأحكام الوقتية أو الأحكام الصادرة بوقف الدعوة أو الأحكام الصادرة في الأحوال المستعجلة أو المسائل المستعجلة أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص فإنه يمكن أن يتم الاعتراض عليها أو الطعن فيها قبل الحكم في الموضوع. بعد ذلك مدة الطعن بالتمييز أو مدة الطعن بالنقد. طبعا مدة الاعتراض أو مدة الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر الاستئناف أو من محاكم الاستئناف هي 30 يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون مدة الاعتراض عليها 15 يوما، وإذا لم يقم المعترض خلال هذه المدة بتقديم اعتراضه سقط حقه في الطعن أو سقط حقه في الاعتراض، ويقف سريان مدة الطعن بالنقد أو الطعن بالتمييز بموت المعترض أو بفقد أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر عنه الخصومة، ويستمر هذا الوقف حتى يتم إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العار. يبقى إذن مدة الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف هي 30 يوما، بيتم وقف هذه المدة عند موت المعترض أو فقد أهليته أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه. بعد ذلك ننتقل إلى إجراءات الطعن بالتمييز أو إجراءات الطعن بالنقد. بيحصل أو بيحدث الاعتراض بطلب النقد بمذكرة توضع، بيتم إيداعها لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو قامت بتأييده، وتقيد إدارة محاكم أو تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفع مع صورة ضبط القضية جميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض. بعد ذلك مرفقات الطعن بالنقد، بيلزم أن توضع أن يتم إيداع مع صحيفة الطعن المرفقات التالية: أول شيء صورة من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون ضدهم فضلا أو زيادة على صورة لإدارة المحكمة. أيضا لابد أن تكون هناك مذكرة شارحة لأسباب الطعن الواردة في الصحيفة، وتتضمن أو هذه المذكرة تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وعنوان كل منهم وبيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض. ويمكن أن يتم الاكتفاء بدلا من المذكرة بالإحالة إلى صحيفة الطعن إذا كانت كافية في نظر الطعن. أيضا لابد أن تكون هناك صورة حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه، وصورة الهوية المدنية للسعوديين، وصورة الإقامة لغير السعوديين، وتوكيل مصدق من الطاعن إلى وكيله لدى الكاتب المختص عند توكيله في الخصومة، والمستندات التي تؤيد الطعن، وذلك إذا لم يكن تم إيداعها في ملف القضية الصادر فيه الحكم المطعون فيه أو أشار إليها الطاعن في صحيفة الطعن أو المذكرة الشارحة. بعد ذلك ننتقل إلى إعلان صحيفة الطعن بالنقد. بيقوم المحضر أو يقوم المدعي بحسب الأحوال بتسليم صورة صحيفة الدعوة أو صحيفة الطعن إلى المدعي عليه خلال 15 يوما على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد تم تحديد نظر الدعوة خلال جلسة في هذا الميعاد، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوة جلسة تقع أثناء هذا الموعد، ففي هذه الحالة يجب أن يتم تسليمه الصحيفة قبل الجلسة، وذلك مع مراعاة مواعيد الحضور. بعد ذلك ننتقل إلى نظر الطعن بالتمييز أو نظر الطعن بالنقد. باستثناء قضايا الحدود اللي هي القتل والرجم والقطع والقصاص في النفس أو فيما دون النفس،
بتنظر المحكمة العليا إلى الشروط الشكلية في الاعتراض، فإذا تقرر أو رأت قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً، يبقى إذن المحكمة العليا بتنظر في الشروط الشكلية في الاعتراض ثم تقرر هل تقبل الاعتراض أو لا تقبل الاعتراض. فإذا رأت المحكمة بطلان الإجراءات، يعني رأت عدم قبول الاعتراض بسبب بطلان الإجراءات أو بسبب عدم توافر شرط من الشروط أو بسبب عدم توفر سبب للطعن، في هذه الحالة تقضي المحكمة أو تصدر قراراً مستقلاً بعدم قبول الطعن وتنقضي خصومة النقض أو تنقضي خصومة التمييز. أما إذا توافرت الشروط وقبلت المحكمة العليا الطعن، ففي هذه الحالة تفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق. بعد ذلك ننتقل إلى سلطة المحكمة في خصومة الطعن بالنقد. سلطة المحكمة في خصومة الطعن بالنقد بتتحدد من ناحية الحكم المطعون فيه ومن ناحية الأسباب التي بني عليها الطعن. أما من ناحية الحكم المطعون فيه فبيقتصر نطاق خصومة التمييز أو نطاق خصومة النقد على الحكم محل الطعن دون غيره من الأحكام، يبقى إذن لا يتعدى نطاق خصومة النقد إلى غير الحكم المطعون فيه. أيضا بيقتصر نطاق خصومة النقد على الجزء المطعون فيه من الحكم دون غيره. أيضا بيقتصر نطاق خصومة النقد على الطلبات الموضوعية التي فصل فيها الحكم المطعون فيه، إذا بيقتصر الطعن بالتمييز أو الطعن بالنقد على الطلبات التي فصل فيها حكم الاستئناف. أما من ناحية الأسباب المبني عليها الطعن فليتحدد نطاق خصومة التمييز بالأسباب التي وردت في صحيفة الطعن، ولكن هذا لا يمنع الطاعن من أن يتمسك بأسباب أو حجج جديدة لم يسبق له التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولم يستند إليها الحكم المطعون فيه في أسبابها. ويجوز للطاعن أن يتمسك بأسباب أخرى لم يرد ذكرها في صحيفة الطعن، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم من تلقاء نفسها، وذلك ما دام أن هناك أسباباً لم يتمسك بها الطاعن، ما دامت أن هذه الأسباب متعلقة بالنظام العام، وذلك بشرط أن تكون هذه الأسباب مرتبطة بالحكم أو بجزء الحكم المطعون فيه، ويستوي في ذلك أن يكون هذا السبب متعلق بالموضوع أو بالإجراءات الشكلية. بعد ذلك ننتقل إلى الطريقة الثالثة من طرق الطعن في الأحكام القضائية، وهي طريقة التماس إعادة النظر. وطريقة التماس إعادة النظر هو عبارة عن طلب يقدم لمحكمة التمييز أو للمحكمة العليا بطلب إعادة النظر في القضية التي صدر فيها حكم نهائي، وذلك في أحوال معينة حددها القانون. وأول هذه الأحوال وهي إذا بني الحكم على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي بعد ذلك بتزويرها، أو إذا حصل الملتمس على بعد الحكم على أوراق أو مستندات تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، أو إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير على الحكم، أو إذا كان أو إذا قضى الحكم أو بشيء لم يطلبه الخصوم أو تم القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم، أو إذا كان هناك منطوق للحكم يعارض بعضه بعضا، دي الحالات التي يمكن أن يتم التماس إعادة النظر فيها. أيضا إذا كان الحكم غيابيا، إذا صدر الحكم غيابيا فيمكن لطرفي الخصومة أو الطرف المتضرر في الخصومة أن يطلب التماس إعادة النظر. أيضا إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوة، كأن تزول صفة شخص بعد قفل باب المرافعة، في هذه الحالة يمكن التماس إعادة النظر. طيب، مدة التماس إعادة النظر بالنسبة لحالة ما إذا بني الحكم على أوراق تم إظهار أنها مزورة أو تم اتضاح أنها مزورة، أو إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق أو مستندات تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، أو إذا وقع من الخصم
غش من شأنه التأثير على الحكم أو التأثير في الحكم، ففي طبعا مدة الالتماس بشكل عام هي 30 يوما، لكن بتكون من تاريخ العلم في حالة ما إذا بني الحكم على أوراق مزورة، أو إذا تحصل الملتمس على بعد الحكم على أوراق مستندات لم يتمكن من إبرازها، أو إذا كان الحكم مبني على غش، دي بتبدأ 30 يوم من تاريخ علمه بهذه الوقائع. أما باقي الحالات فبتكون من تاريخ إبلاغه بالحكم، وذلك إذا كان إذا قضي الحكم، إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه، أو بشيء أكثر مما طلبوه، أو إذا كان منطوق الحكم يعرف بعضه بعض، أو إذا كان الحكم غيابيا، أو إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوة. ففي الحالة دي بتبدأ مدة الاعتراض من تاريخ إبلاغهم بالحكم. بعد ذلك ننتقل إلى كيفية الطعن بالتماس إعادة النظر. بيتم رفع التماس إعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز أو للمحكمة العليا، وبيشمل التماس الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وأسباب الالتماس. ويترتب على التماس إعادة النظر طبعا الآثار التي تترتب على التماس إعادة النظر، لا يترتب عليه إعادة لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت المحكمة ذلك. أيضا الحكم الذي قبل التماس إعادة النظر لا يتم الطعن عليه بالتماس إعادة النظر لنفس السبب، وإنما يمكن أن يتم الطعن لسبب آخر. أيضا الحكم الذي يصدر من القاضي في موضوع الدعوة بعد قبول الالتماس من محكمة التمييز يتم تطبيقه وفقا لتعليمات التمييز أو وفقا لتعليمات النظام. بكده نكون انتهينا من محاضرة اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.